من الانتخابات المصرية نروح مع حضراتكم للانتخابات الروسية في مارس القادم، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وده زي ما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية النهاردة الجمعة. والوكالة قالت أنه الرئيس بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكريملين بعد ما كان بيكرم جنود كانوا بيقاتلوا في أوكرانيا ومنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهي ميدالية النجمة الذهبية. والحقيقة أنه كان هناك ردود أفعال متباينة في الداخل الروسي. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي، معانا على التليفون أستاذ تيمور دويدار رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية بموسكو. مساء الخير على حضرتك. يعني يمكن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعني بقول لا خيار آخر لديه سوى الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة مارس المقبل 2024، كيف كان رد الفعل والرأي العام الروسي حول هذا؟ تحياتي سيدتي. يعني رد الفعل كان عادي، يعني كلنا هنا متوقعين ذلك. وهو ايضا يعني كما ذكر ليس لديه مخرج اخر، هذا عمله على مدار اكثر من 20 عام وسوف تكون فترته الخامسه. يعني وتم تعديل الدستور وأصبحت الفترة الرئاسية بروسيا الاتحادية 6 سنوات بدل ما كانت 4. فمن حقه أن يترشح السنة القادمة في مارس، واتخذ القرار في حين أن الدولة تتحول مع المتحورات التي تشمل تغيير منظومة الإدارة العالمية، وروسيا تتغير في نفس الوقت. فأعتقد يعني حل مناسب في ضمن المضي في سياسة التغيير إن صح التعبير. إذن أستاذ تيمور، يمكن بيقول بعض المحللين أنه لن يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات القادمة أي مرشحين رئيسيين، وإنما الهدف هو يعني يمكن الحصول على أكبر تفويض لطمس الخلاف الداخلي على الحرب في أوكرانيا. والله صراحة حرب أوكرانيا أعتقد أنه ملف على وشك أن ينتهي. يعني شعبية بوتين في هذا الصدد ما زالت عالية، يعني لديه تأييد أو تفويض مثل ما ذكرتي. بخصوص المنافسين، يعني من حق المترشحين أن يقدموا طلباتهم حتى 27 ديسمبر هذا للمستقلين، والمرشحين من الأحزاب لحد 1 يناير. هو بوتين أعتقد سوف ينزل كمستقل مثل المرة الماضية، لكن بالطبع هو مدعوم من الحزب الحاكم يعني طبيعي. حتى الآن أنا شخصيا لم أسمع، حتى كنت أود أن أذكر لا أرى، لكن لم أسمع حتى بأي مرشح حتى يعني يتقدم لهذه المنافسة بإعلان ترشحه للانتخابات المقبلة. إذن سيد تيمور، برأيك أهم التحديات التي ستواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفترة الانتخابية القادمة مع كل هذه التغيرات اللي بتشهدها الساحة السياسية؟ هو ربما المرشح الأفضل، أعتقد أنه ليس لدي أي مشكلة في كسب الانتخابات، والمضيف كما ذكرت في الاستمرار السياسة التي تنتهجها روسيا تحت إدارة مكتبي. فالفترة يعني إن نجح في الانتخابات الفترة لحد سنة 30 سوف تكون تظهر روسيا بطريقة ربما تشكلها كدولة مختلفة عن ما كانت تعرف عليه سابقا.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد تيمور دودار رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية بموسكو، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.